الجوايز غيث من يمنع كريم، من وتى اللي له على الناموس كار، والتنافس خط سيره من قديم. كل من عنده سبوق الهاوقار الوصول ضهوة. متواصلين أيها الأخوة مشاهدينا الكرام، انطلق في هذه اللحظات الشوط الثامن، الشوط الثامن المخصص للقعدان الثنايا، المسافة 8 كيلومترات، والشوط اللي ما بعد الرموز. هناك جوائز قيمة، هناك 300,000 مقدمة للفائز بالمركز الأول في هذا الشوط. نتابع وإياكم اندفاع ولا أروع. هنا أشواط ميدان التحدي، أشواط مذهلة وجوائز قيمة. نتابع وإياكم اندفاع هذا الشوط هنا مع هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة. نتابع وإياكم أول المراكز، أول المنطلقين في هذه اللحظات. نتابع هنا المقدمة في هذه اللحظات، نشاهد الأسماء ونشاهد التحديات. نشاهد في هذه اللحظات والمقدمة مصيحان على المركز الأول، على المقدمة لمحمد بن سعيد بن محسن الفلاحي على المركز الأول، ولكن أرى التسلل هنا في هذه اللحظات من ناصي لعبد الله بن جبر المخضب الهاجري. مرحبا بناصي وبوصوله، هذا هو ناصي اللي أيضا غير في هذه اللحظات وانتقل نقلة ممتازة إلى مقدمة الشوط. هنا مع هذا الاندفاع، مع هذا الانطلاق بهذا الشعار، شعار عبد الله بن جبر بن عبد الله المخضبة الهاجري على المركز الأول هنا في هذه اللحظات. وبهذا الأداء المركز الثاني، نتابع القدوم والوصول من الصداوي مبخوت بن عبد الله المنهالي على المركز الثاني منطلقا بهذا الشعار. المركز الرابع، نتابع القدوم هنا شعار القادم مصدع لمحمد بن سهيل بن عويضان، شعار بن عويضان على المركز الرابع منطلقا مع هذا الشعار باحثا عن هذه الجائزة القيمة. نعود إلى خامس المراكز واندفاع المركز الخامس، نشوف الوصول من طايش لسهيل بن سليم بن حربي العامري قادم مع المركز الخامس. هذه النتيجة والخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى. يا السلام يا السلام، مع خلف أيضا الخمس المراكز من أسماء قادمة في هذا الشوط. نتابع وإياكم اندفاعة هذه الأسماء المنطلقة، نتابع هذه الشعارات. يا السلام، هنا ناصي على المركز الأول، ناصي على المقدمة على الصدارة مع هذا الاندفاع والانطلاق. نشاهد ناصي بن جبر على المركز الأول مندفعا مع هذا الشوط. يلا يا ابو جبر ركز، والتركيز مطلوب، التركيز مطلوب. مندفع الناصي بواقع سجلاته الحافلة بالانجازات، نشاهد في هذه اللحظات مندفعا مع الصدارة مع المركز الاول مع المقدمة هنا في هذه اللحظات. والله يكون في عونك، اسماء قادمة، اسماء لها ثقلها، اسماء قادمة. هذا الشوط شوط حماس وشوط اثارة وشوط ندية. شوفوا الأسماء، شوفوا الأسماء بدأت بالظهور هنا. شهاء أيضا الوصول مع هذه اللحظات واندفاعة سامرين عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. هنا شعار بن هيان وشعار بن دري وشعار بن مرخان وشعار بن عويضان هنا في هذا الشوط، شوط لا يقل أهمية. خمسة كيلو مترات المتبقية من هذا الشوط واندفاعة هذه الأسماء المندفعة. ناصي على المركز الأول، ناصي على المقدمة على الصدارة على المركز الأول هنا مع بن جبر مع المركز الأول. عبد الله بن جبر بن عبد الله المخضبة الهاجري على المقدمة. يا السلام، مندفعا بهذا الأداء. المركز الثاني، نتابع القدوم من مصيحان محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي من الجانب الأيمن.
الآن، بينما المركز الثالث نتابع القدوم من الصداوي لمبخوت بن عبد الله المنهالي قادم مع المركز الثالث، الوصول من طايش، طايش قادم في هذه اللحظات، سهيل بن سليم بن حربي العامري قادم مع المركز الرابع، غير على المركز الثالث، نشوف اللي قادم في هذه اللحظات، وهذا الوصول والقدوم مع هذا الاسم اللي وصل في هذه اللحظات، نتابع هذا الشعار مع الوصول سامرين عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري قادم مع المركز الخامس. الله يا هذا الشوط، شاهدوا وتابعوا هذه الأسماء المنطلقة، كوكبة جماعية مع هذه الأسماء، الأسماء رنانة في هذا الشوط، حماس ولا أروع هنا، هذه الثنايا المنطلقة 4 كيلومترات، انتصفت المسافة هنا يا أبو جبر منطلقا مع ناصي، ولكن التسلل، يا السلام، شوفوا المنظر، شوفوا المنظر والموقع، هذه الأسماء المتقاربة بعضها لبعض مع هذه الشعارات وهذا التحديات، يا السلام، نتابع وإياكم 8 أسماء تقريبا بالقرب، كلها أيضا في موقع واحد، في محور واحد، نشاهد ونستمتع مع ناصي ومع أيضا هناك مصيحان وناصي على المقدمة على الصدارة، نتابع هذه الأسماء، نتابع هذا التحدي والإثارة والمتعة، يا السلام يا بن جبر على المركز الأول على المقدمة، شوفوا الكوكبة، يا السلام، الله، تحدي ما بعد جينا بوابة العبور، والتحدي فيما هو فيه، نشوف في هذه اللحظات، نتابع هذه الأسماء، نتابع هذه التحديات، الله يا هذا الشوط، يا السلام، ناصي بن جبر، ناصي الإنجازات، ناصي التحديات مع مالك عبد الله بن جبر المخضبة الهاجري على المركز الأول على المقدمة، يقدم لنا جديدة في هذه اللحظات، نتابع أدائه المتميز، شهدنا أدائه في مقدمة الشوط، ولكن الله يا بن دري حامي لأحمد بن سالم بن دري الفلاحي، وصل في هذه اللحظات مع بوابة العبور، بدأ ينتقل نقلة ممتازة، شوف اللي وصل أيضا سامرين عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري اللي وصل أيضا، تابع اللي أيضا وصل هناك بن مرخان وصل في هذه اللحظات مع الحذر بدأ يتسلل، بدأ يغير من مركز إلى مركز في هذه اللحظات، الحذر محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي على المركز الثاني في هذه اللحظات، المركز الرابع بن عويضان يعود مصدع محمد بن سهيل بن عويضان العامري، وخطير مصدع انجازاته وسجلاته الحافلة، شاهدوا مصدع اللي وصل الى المنافسة مرة اخرى يعود للمنافسة هنا في هذه اللحظات، يتنقل على كيفه، هذا هو مصدع اللي وصل على رابع المراكز، شاهدوا المنظر، والله المنظر خطير، ولكن بندري قادم هنا، حامي أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي مع المقدمة مع المركز الأول ومع الصدارة، نشاهد حامي، الله، والحذر، شوفوا الحذر على المركز الثاني، انتقل إلى المركز الثاني مع محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان صعب المضمرين، يصل على المركز الثاني، ولكن المركز الرابع أو الثالث، انتابع القدوم من سامرين عبد الله بن عبيد بن ذيبان بن حلوس قادم مع المركز الثالث، مصدع من الجانب الأيمن، ناصي يعود
ناصي بن جبر يعود مرحبا بناصي وبسجله، هذا هو ناصي. ولكن هنا قدوم من بن هيان واصل مع سمران حمد بن هيان بن سالم العامري. الله يا هذا الشوط، الله يا هذه الأسماء، شاهدوا وتابعوا هذه الشعارات وهذه الانطلاقة والعودة إلى الحذر. الحذر غير، الحذر مع 1500 متر على نهاية هذا الشوط على هذه الجائزة الثمينة. نتابع وإياكم اندفاع ولا أروع. الحذر 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 على المركز الأول صعب المضمرين، أيضا حامي مع أحمد بن دري. ناصي وصل على المركز الثالث، عبد الله بن جبر المخضب الهاجري المركز الثالث. الله يا سلام يا سلام. المركز الرابع سامرين عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان. المركز الخامس بن هيان، هناك ايضا وصول اول ندى في هذه اللحظات من مضبوط سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي، ولكن الامتار. الله يا سلام يا سلام. تابعوا وشاهدوا الناموس والحزام الاخضر، الحزام الاخضر، الامتار الاخيرة. هناك المقدمة مع الفلاحي مع راعي حامي على المركز الاول. حامي بن ايضا بن جبر. ناصي روح يا عبد الله روح. الله يا سلام يا سلام. حامي ناصي وحامي. وهنا ايضا مضبوط ولكن ناصي مضبوط. ناصي على المركز الاول. عبد الله بن جبر روح يا ابو جبر روح. هذه المنافسة والا فلا. الله يا سلام. مضبوط الحربي يعود مرة اخرى، ولكن ناصي عبد الله بن جبر مضبوط يعود مضبوط مرة اخرى الى المنافسة. سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي. تهانينا والناموس لمالك مضبوط سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي. تهانينا والناموس على هذا الفوز، تهانينا على هذا الانتصار عند الامتار الأخيرة. المركز الثاني وصل هنا ناصي لعبد الله بن جبر المخضبه الهاجري اللي ما قصر. هنا ناصي على المركز الثاني. المركز الثالث حامي ايضا بشعار بن دري ولا قصر مع اداء احمد بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي. المركز الرابع سامرين عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. المركز الخامس منصف لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. الله يا هذا الشوط وتوقيته مميز. هنا اللي وصل مضبوط توقيته 12 دقيقة 21 ثانية 67 جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن جابر بن عبد الله الحربي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني ناصي اللي قدم عرض يشكر عليه 12 دقيقة 22 ثانية 14 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن جبر بن عبد الله المخضب الهاجري، وتهانينا للوالد جبر بن عبد الله على هذا الناموس. المركز الثالث، من وصلنا مع المركز الثالث؟ هنا سامرين وصل على المركز الثالث 12 دقيقة 23 ثانية 23 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. تهانينا والناموس للجميع. Hello.